خاطب بنت وأنا في دولة وهي في دولة، هل يجوز أن أتواصل معها على النت وأحكي صوت وصور؟ يا من تقول الشام لنا، قل الله لنا، الشام لنا الله لنا. المرأة أو المخطوبة ما زالت أجنبية عنك تماما، ليست هناك أي صلة تربطك بها إلا الخطوبة، والخطوبة لا تجوز لك شيئا إلا رؤيتها عند الخطبة فقط.